نتجه الآن إلى موريتانيا لنستمع إلى تلاوة المتسابقة إمغيلي محمد الأمين داداه، نشاهدها سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله. اسم غير محمد الأمين داداه من موريتانيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن المتسابقة إمغيلي محمد الأمين داداه من موريتانيا، تعليقكم شيخنا؟ بارك الله فيك يا ابنتي، ما شاء الله، يعني حروفك صحيحة وصوتك قوي بالحروف، وواضح أنك درستي الأحكام تماما على رواية ورش، لأن ابنتنا الفاضلة كانت تقرأ على رواية ورش عن نافع، لعلكم انتبهتم إليها لما قالت وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هكذا يقرأ ورش هذين الأليفين في هذين الفعلين. بنتي الله يرضى عليك، لما بتقولي الملائكة افتحي فمك كه كه، ولا تقولي الملائكة، انظري كه كه، ما انفتح الفم، انتبه. وأبشروا بالجنة، نه ليس فتحا مبالغا فيه لكن في فتح، انتبهتي يا بنتي؟ بالجنة، أما بالجنة نه ما انفتح الفم، انتبهتي؟ أو خلينا نقول ما انفتح بالمقدار المطلوب، انتبهتي؟ الله يرضى عليكي. وما يلقاها إلا الذين صبروا، رو واو آخرها مفتوح، يعني شو مفتوح؟ الحنجرة مفتوحة، رو صبروا، ولا تقولي صبروا صبروا، انتبهتي؟ إذا أقفلت الوترين الصوتيين تخرج همزة، فلا تفعلي ذلك، بارك الله فيك وفيك، بارك شيخنا الكريم.